الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وأشكره على ما من به علينا من الهداية لدين الإسلام. فإن هذه النعمة من أعظم النعم ومن أسباب أعظم النعم التي يحوزها العبد في دنياه وفي آخرته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنتناول بالدرس بإذن الله عز وجل رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. نتناول في هذه الدروس ما يفطر الصائم وما لا يفطره، حيث إن الرسالة تنصب على هذا المعنى: ما الذي يؤثر على الصيام من المفطرات وما الذي لا يؤثر عليه. وقبل ذلك نبتدي بمقدمة عن هذا الركن، وذلك أن دين الإسلام بني على 5 أركان، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله الحرام، وصوم رمضان. وقد ورد في بعض الأحاديث تقديم الصيام على الحج، وفي بعضها تقديم الحج على الصيام. والمراد بالصيام في لغة العرب الإمساك، ولذا قال تعالى حكاية عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وأما في الشرع فيراد به الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد فرض صوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فرض بقوله الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات في السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي في شهر ربيع من السنة 11. وشهر رمضان يثبت بأحد أمرين: إما بإكمال شعبان 30 يوما، وإما برؤية الهلال في ليلة 30 بعد إكمال 29 يوما من شهر شعبان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا والشهر هكذا، يعني أنه مرة يكون 29 ومرة يكون 30. والأصل في الصيام أن يكون بالرؤية ثبوتاً أو عدماً، فإن رؤي الهلال أدخلوا رمضان بعد حصول 29 يوماً من شهر شعبان، وإن لم يروا الهلال أكملوا شعبان 30 يوماً. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم
فأكملوا عدة شعبان 30، يعني 30 يوما. وقد جاءت النصوص باحترام الشهر بحيث لا يدخل فيه ما ليس منه، ولذلك في اليوم الذي بعد رمضان يحرم صومه، فصوم يوم العيد حرام، لا يجوز للإنسان أن يصومه ولا يصح صومه، ولو صامه أثم بذلك. وأما قبل دخول شهر رمضان فإن يوم الشك منهي عن صيامه، والمراد به يوم 30 من شهر شعبان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو صوم يومين، إلا من اعتاد صوما فليصم صومه. يعني من كان يصوم يوم الاثنين والخميس فحينئذ إذا وافق يوم الشك يوم الاثنين فإنه يصومه. وهكذا لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم الشك اليوم الذي يصومه فإنه يكمل صومه. وقد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وقد تكلم بعض أهل العلم في هذا الخبر ظانين أنه يعارض الحديث الذي روته أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أو يكثر من صوم شعبان، ولكن لا تعارض بينهما، وذلك أن حديث النهي إنما يراد به في حق من لم يصم في بداية الشهر، أما من كان يصوم من أول الشهر فهذا يدخل في حديث عائشة، وبالتالي يستحب له إكماله ولا يدخل في حديث النهي. وحينئذ نعلم المراد بهذا الخبر. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الأمر أو بهذه الفريضة، فريضة الصيام، أنه ينبغي بنا أن نعرف مراد الشرع من فرض هذه الشعيرة، لماذا فرض الصيام، وما هو المقصود والهدف والغاية التي من أجلها فرض الصيام، حتى نعلم هل حصلنا ذلك الهدف من صيامنا أو لم نحصله. فإنه ليس المراد مجرد ترك الأكل والشرب فقط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا ليس المقصود مجرد ترك الأكل والشرب، بل هناك مقصود آخر، ألا وهو تحصيل معنى في القلب يتزود به الإنسان في سائر عامه ليكون مبعدا له عن المعاصي مقربا له إلى مرضات الله جل وعلا. فحينئذ نعرف المقصود بهذا الخبر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الله ليس محتاجا لعباداتنا، فهو الغني سبحانه وتعالى، ليس محتاجا لصلاتنا ولا لزكاتنا ولا لصومنا ولا لحجنا، ولكن المراد بالخبر أن هناك مقصدا للشارع من فرض الصيام يعود إلى العبد وليس عائدا إلى الله جل وعلا، بل هو يعود إليكم أنتم يا أيها المؤمنون، فأنتم المستفيدون من فرض الصيام. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. إذن المقصود من فرض الصيام علينا أن نحصل التقوى في قلوبنا. لماذا قلنا بأن التقوى في القلب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن التقوى هاهنا، ألا إن التقوى هاهنا. وكان صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره. هل نحن معنيون بإصلاح القلوب؟ نعم، معنيون بذلك، بل سعادة الإنسان في دنياه وفي آخرته إنما تكون بصلاح القلب. ومن صلح ظاهره ولم يصلح باطنه فإنه ليس ممن يصلح حاله. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ على طريقة أهل النفاق، إذ لم يصلح باطنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وحينئذ نعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم أشكالكم وفي لفظ وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب عليه المعول الكبير. ومن هنا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعاء علماء الشريعة المذكور في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما في أوائل سورة آل عمران. وقد خاطب الله البشر جميعا بدخول الشريعة لتحصيل جانب التقوى، فكان أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. والتقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والمستفيد من التقوى أنت يا أيها العبد. ما هي التقوى؟ إذا أردنا أن نسهل معنى التقوى فنقول: ما هي المفردات التي يستخدمها الناس في حياتهم التي يعتادونها؟ مثال ذلك: الواقي من الرصاص، واقي تقوى، فهذا يقيك من الرصاص. هكذا التقوى تقي العبد من الواردات التي ترد إلى نفسه. فالتقوى معنى قلبي يحصن الإنسان من الواردات السيئة التي ترد إليه. وإذا تقرر هذا المعنى فإن إصلاح ما في القلب بإنزال التقوى فيه تحصل به سعادة الدنيا والآخرة. ولذا قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. إن المتقين في جنات ونهر، في جنات ونعيم، في مواطن متعددة من كتاب الله عز وجل. فسعادة الآخرة تحصل بفضل الله عز وجل بسبب التقوى التي تكون في قلب الإنسان وتؤثر على جوارحه.
هكذا أيضا في أمور الدنيا، من كان عنده تقوى يتقي الله ويتقي عذابه ويتقي نار جهنم، فإن الله عز وجل يجعل الدنيا تفد إليه ويسهل أموره ويكفيه شر أعدائه، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وفي نصوص كثيرة تدل على أن التقوى يجلب الله بها خيري الدنيا والآخرة. وقد خاطب الله عز وجل حتى الأعداء بأن يحصلوا التقوى، فإنهم متى حصلوا التقوى كان ذلك من أسباب سعادتهم دنيا وآخرة. فإذا أصلح هؤلاء الأعداء ما في قلوبهم سعدوا في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذه الآية نزلت بعد معركة بدر، وقد مكن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أن يأسروا عددا من المشركين الذين قدموا من مكة إلى المدينة. لماذا؟ يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويريدون القضاء على دين الإسلام، ويريدون إيقاع أقصى درجات الشر والضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومع ذلك انظر الخطاب الذي يوجه إليهم: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ومن هنا فينبغي بنا عند ملاحظة هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام، أن نعرف المعنى الذي من أجله فرض الصوم. ما هو مقصد الشارع من فرض الصوم؟ مقصد الشارع تحصيل التقوى في القلوب. فإن قال قائل: أنا أستطيع أن أحصل التقوى بلا صوم، قلنا له: هذا دليل على عدم تحصيلك للتقوى، إذ لو كان في قلبك تقوى لسلمت لأمر الله ولاستجبت لما أمرك به رب العزة والجلال. فإن المتقين يسارعون إلى أنواع الطاعات مستحبها وواجبها، فمن ادعى تحصيل التقوى بدون فعل الواجبات فهو كاذب في دعوى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكثير من الناس يقول: العبرة بما في القلب، إذا كان قلبي صحيحا سليما فلا تلتفت إلى عملي الذي أؤديه بجوارحي. وهذا من تسويل إبليس ومن إغواء الشيطان لبعض بني آدم، فإنه لو صلح القلب لصلحت الجوارح، فإذا كانت الجوارح غير صالحة لم تلتزم بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن العبد لم يحصل جانب التقوى ولم يصلح ما في قلبه. كيف نستطيع أن نحصل جانب التقوى من خلال شهر رمضان المبارك؟ التقوى لها ممدات تمدها. من هذه الممدات استشعار مراقبة الله عز وجل، فإن العبد المؤمن يوقن بأن الله مطلع عليه، لا يخفى عليه شيء من شؤونه، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
كما قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كما قال تعالى: يعلم السر وأخفى، في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. فإذا كان الله يعلم بما في قلوبنا ويعلم ما نؤديه من الأعمال، والعبد المؤمن يستشعر أن الله عز وجل يراقبه ويطلع عليه ولا يخفى عليه شيء من شؤونه، بل وكل ملائكة يتابعون ويسجلون جميع أعماله وأقواله، كما قال تعالى: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فحينئذ تحصل التقوى في قلبه. ومن ممدات والوصول إلى هذه الدرجة، درجة استشعار مراقبة الله في كل فعل يصل به العبد إلى أعلى مقامات دين الله، فإن أعلى المقامات هي رتبة الإحسان التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن ممدات التقوى أيضا الخوف من رب العزة والجلال، إن العبد متى خاف من الله اتقاه. وفي الصيام يستشعر الإنسان الخوف من رب العزة والجلال، ومن ثم يكون ممن حفظ صيامه وأدى فرض الله، بل استعمل هذا الشهر في أداء عدد من النوافل التي يتأكد فعلها في هذا الشهر المبارك. وهكذا من ممدات التقوى أن تكون راجياً لله مؤملاً في فضله، والعبد في شهر رمضان يؤمل فضل الله وأجره وثوابه بما يؤديه من الأعمال الصالحة في هذه الفريضة. فالمقصود يا أيها المؤمن، لاحظ كيف تمد قلبك بمعنى التقوى حتى تكون ممن استفاد من صيام شهر رمضان، ويكون للشهر أثر في بقية حياتك. وليس من شأن المؤمن أن تقتصر عبادته على شهر رمضان، بل المؤمن يعبد الله في كل أوقاته، ويعبد الله بكل أفعاله، ويتقرب إلى الله بكل ما يستطيعه. وإن كان الناس يتفاوتون في استحضار النية في ما يؤدونه من الأعمال، ومن الأمور التي تتعلق أو من المعاني التي ينبغي بنا أن نستشعرها في هذه الفريضة أن نكون شاكرين لله عز وجل، فإنك بصيام شهر رمضان تحصل التقوى في قلبك، وبالتالي تقدم على الطاعات وتحجم عن المعاصي في سائر أيامك، ويكون هذا سببا من أسباب رضا الله، ومن أسباب دخول الجنان، ومن أسباب حصول النعيم العظيم في الدنيا والآخرة. ومن ثم فشهر رمضان وصيام رمضان هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل للعباد، ومن ثم يجب عليهم أن يشكروا هذه النعمة، وشكر هذه النعمة يحصل بحفظ هذه الفريضة وأدائها على أكمل وجوهها، بحيث لا يدخلها شيء من المفطرات ولا من المنقصات للأجر، بل يحرص المؤمن على استكمال المكملات التي يعظم أجره بها ويكثر ثوابه. وذلك أن الناس في الصيام وإن كانوا جميعاً قد أمسكوا عن طعام وشراب، إلا أن أجورهم تتفاوت فيه بحسب ما يؤدونه من عمل، وبحسب ما يقوم في قلوبهم من نيات ومقاصد،
وبالتالي على العبد أن يتفقد قلبه في كل لحظة. وأعطيكم أمثلة لما يتعلق بهذا الجانب. جميع الصائمين يفطرون إلا النوادر، يفطرون عند أذان المغرب، أليس كذلك؟ لكن طعام الإفطار يؤجر به بعضهم أجورا كثيرة وآخرون لا يؤجرون. كيف يؤجرون؟ منهم من ينوي بأكله طاعة الله حيث أمره بالإفطار في هذا الوقت، ومنهم من يستحضر أنه يبكر بالإفطار ويعجل به، وبالتالي ينال درجة محبة الله عز وجل. فإنه قد ورد في الخبر أن الله عز وجل يقول إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهكذا في وجبة السحر، بعض الناس لا يأكلها ولا يهتم بها، بعض الناس إذا أكلها إنما يأكلها ليشبع بطنه ولئلا يحتاج إلى الطعام في بقية يومه، بينما الآخرون ينوون بهذه الأكلة التقرب لله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن السحور بركة، وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ما معنى هذه اللفظة؟ كان الأوائل من الأمم السابقة إذا ناموا في أوائل ليلهم حينئذ يجب عليهم الإمساك إلى الإفطار من اليوم الآخر، وكان هذا في أوائل الإسلام. إذا نام الإنسان حينئذ يجب عليه الإمساك إلى مغرب الغد. فتفضل الله عز وجل على هذه الأمة وخفف عنها وجعل الصيام يبتدئ من طلوع الفجر، كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. ما معنى تختانون أنفسكم؟ معناها أنهم في أوائل الإسلام كانوا يمنعون من المفطرات بمجرد النوم، فيأتي الزوج ويدخل في بيته في ليالي رمضان ويريد من امرأته ما يريد الرجل من زوجته، فتقول له قد نمت، فيقول ما نمت وإنما تريدين التهرب مني ولا تريدين مني قضاء وطري. كنتم تختانون أنفسكم، أي يقول بعض يقول الرجال للنساء تدعون أنكم قد نمتم ولزمكم الإمساك وليس الأمر كذلك، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إما من الأجر وإما من الولد، وكلوا ابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل بداية الصيام لها حد معلوم لا يتفاوت الناس فيه، ألا وهو طلوع الفجر. وحينئذ نعلم أن من المقاصد الشرعية فيما يتعلق بوجبة السحر أن تنوي بها التقرب لله عز وجل. وهكذا فيما يتعلق بسائر ما يؤديه الإنسان، حتى إذا كان ذلك في الجماع كما في هذه الآية وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، فهكذا في سائر ما يؤديه الإنسان من الأعمال. وحينئذ تعلم يا أيها المؤمن أنك مفرط، نعم أنت مفرط مفرط، كم من الأعمال الصالحة فاتك أن تنوي بها التقرب لله عز وجل، كم من الأعمال الصالحة
فاتك أن تنوي بها التقرب لله عز وجل. ومن أمثلة هذا النوم، كلكم تنامون فمن نوى منكم بنومه أن يكون عابدا لله بهذا النوم، وكلكم تأكلون فمن منكم نوى بنوم بأكله التقرب لله عز وجل، وكلكم تذهبون وتأتون وتقابلون وتسلمون وتأنسون بالناس ويأنسون بكم، فمن نوى منكم بذلك التقرب لله عز وجل. كم من الأجور قد فوتناها على أنفسنا بسبب عدم استحضار هذا المعنى القلبي ألا وهو الإخلاص لله تعالى. ما المراد بالإخلاص؟ أن تؤدي العمل لله طالبا أجر الآخرة، طالبا أجر الآخرة. فإن الناس فيما يؤدونه من العبادات والأعمال الصالحة على ثلاثة أنواع، انتبهوا لهذه القاعدة، قاعدة مهمة. الناس فيما يؤدونه من الأعمال الصالحة على ثلاثة أنواع، منهم من يؤديها لله لينيله الآخرة، يصوم علشان الأجر الأخروي، يصوم لله لينيله أجر الآخرة، فهذا هو المؤمن الموحد، وهذا هو المأجور، وهذا هو الذي ترتفع درجاته في الآخرة. والنوع الثاني من يؤدي العمل لله لينيله الدنيا، هو يصوم لله لكنه يقول أريد صحة بدني بهذا الصيام، ما يقصد بالصيام الحصول على أجر الآخرة، فهذا ليس له في الآخرة أجر، ليس له في الآخرة أجر، لأنه لم ينوي أجر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا نوى الدنيا ليس عليه وزر، لأنه قد عمل العمل لله لكن ليس له أجر أخروي. لماذا؟ لأنه لم يقصد أجر الآخرة. ومن كانت كل أعماله الصالحة ينوي فيها هذه النية يؤديها من أجل الدنيا، فحينئذ إذا قدم الآخرة فإنه يقدم خالي الوفاض، ليس له من الأجر شيء. ولذا قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن هنا تعلم أن كثيرا من العباد قد فوتوا على أنفسهم أجورا كثيرة فيما يؤدونه من العبادات. ومن أمثلة هذا مثلا عبادة الدعاء، فإن الدعاء عبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومع ذلك نجد أن الناس لا ينوون بهذا الدعاء الآخرة، تجد الواحد منهم يقول اللهم يسر لي أمري، اللهم ارزقني، اللهم أصلح ذريتي، اللهم اجعلهم بارين بي، لا يريد بذلك إلا الدنيا، اللهم هيئ لي وظيفة، اللهم هيئ لي زواجا، اللهم كل دعاءه في أمور الدنيا لا يريد به إلا الدنيا. قد تقول اللهم هيئ لي زواجا صالحا وهيئ لي مالا عظيما انفق منه وتنوي به الآخرة، لأنك تقول إذا الله أمرني بالدعاء
فإذا دعوت فإن الله عز وجل يرضى عني ويثيبني ويأجرني، وبالتالي تكون ممن نوى بدعائه الآخر. لكن العبد إذا قصد بدعائه الدنيا فليس له من الأجر شيء. وهكذا مثلا في أذكار الصباح والمساء نجد أن الناس يذكرون الله في صباحهم ومسائهم، فتسأل الواحد منهم لماذا؟ قال لا أريد أن يتسلط علي السحرة، لا أريد أن يتمكن مني أصحاب العيون الحارة. وهكذا لا يقصد به إلا الدنيا بهذا الذكر، فيكون حينئذ قد فوت على نفسه أجر الآخرة، لأنه لم يقصد بهذا الذكر التقرب إلى الله والحصول على الأجر الأخروي. وأعطيكم مثلا ثالثا أكتفي به في صلاة الاستسقاء. لماذا يصلي الناس صلاة الاستسقاء؟ الجواب عجيب، طلب الغيث. طلب الغيث، هذا طلب دنيا، بالتالي ليس له من الأجر شيء. أنا أصلي ليرضي الله وأحصل على الأجر الأخروي. حصل الغيث ولا ما حصل؟ والله جل وعلا كريم يجيب عباده متى دعوه. فإذا قصدت بصلاة الاستسقاء الحصول على الأجر الأخروي كنت مأجورا مثابا، ما إذا قصدت فقط نزول المطر فحينئذ ليس لك أجر، لأنك لم تقصد الأجر ولم ترد بعملك الآخرة. فانتبهوا لهذه القاعدة، لهذا الأمر. وأما النوع الثالث من الناس فهو من يؤدي العبادة لغير الله. ما حكم هذا الفعل؟ شرك. هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ على نوعين، إن أداه لغير الله على جهة العبادة له كان شركا أكبر، وإن أداه لغير الله لا على جهة العبادة له فحينئذ لا يكون شركا أكبر وإنما يكون شركا أصغر. مثال ذلك من صلى رياء، هو أدى الصلاة من أجل أن الناس يشاهدونه، فحينئذ ما حكمه؟ إيش؟ شرك، أداه لغير الله. هل عبدهم بذلك؟ يقول لم يعبدهم، وبالتالي يكون شركا أصغر. وأما من أداه لغير الله على جهة العبادة له فحينئذ يكون شركا أكبر. صلى تقربا لفلان، دعا غير الله، الدعاء عبادة، من صرفها لغير الله أصبح ممن دخل في باب الشرك. قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأما الأفعال الأخرى غير العبادات فالناس فيها كذلك على أنواع، منهم من يؤديها لله لينال الآخرة فيكون مأجورا مثابا، كمن نام تقربا لله، نام أول الليل ليستيقظ آخر الليل فيؤدي صلاة الليل، ما حكمه؟ مؤمن مأجور مثاب إن شاء الله. وأما من أدى هذا العمل للدنيا فليس له في الآخرة أجر ولا ثواب. وهكذا من أداه لغير الله لا على جهة العبادة فليس شركا، لأنه ليس عبادة، لا يتمحض أن يكون عبادة. أما من عبد الله بمثل ذلك، من عبد غير الله بذلك الفعل فحينئذ يكون شركا أكبر ولو كان من العادات التي لا تتمحض أن تكون عبادة. فالمقصود أن العبد ينبغي به أن يلاحظ قلبه،
فيما يتعلق بأمر الصيام، وأن يزيد جرعة ما يدخل القلب من المعاني الشرعية من استشعار مراقبة الله، من الإخلاص، من الشكر، من الصبر، من وغير ذلك من المعاني القلبية التي تكون التقوى في القلب وتزيد هذه وتزيد الإيمان عند العبد. إذا تقرر هذا المعنى وعرفنا حقيقة الصيام، فحينئذ ينبغي أن نجعل موسم الصيام موسماً لكثرة الطاعات والعبادات، وموسماً لاجتناب المعاصي والسيئات، حتى نستطيع أن نحصل أكبر قدر من التقوى. كل الناس فيما يؤدونه من الأعمال التي يخططون لها يهدفون إلى مقاصد ومعاني وأهداف وغايات، وهكذا فيما فرضه الله عليكم من الصيام كذلك. التاجر يدخل في التجارة يريد تحصيل أكبر عائد، صح ولا لا؟ صحيح. والمقاول كذلك، والطالب يدخل في الدراسة يريد التفوق وأعلى الدرجات. فلماذا إذا جاءتنا المعاني الشرعية والعبادات الشرعية لا نستحضر هذا المعنى؟ يريد الإنسان أقل قدر يجزئه. لماذا؟ يقول عطني ما يجزئني. جاء في الصلاة قال بالصلاة بسرعة بسرعة، يا أخي انتهي من صلاتك، قال أديت الواجب علي. أين عقلك؟ أنت المستفيد من هذه الصلاة، في بقية حياتك تريد أن تحصل على أعلى الدرجات، في الصلاة لا تريد ذلك، لماذا؟ هكذا في الصوم، في الحج تجد الواحد يقول أعطني بس حد الواجب. يا أخي زود درجاتك واعلي من مكانتك، واجعل الصيام سببا من أسباب تحصيل المكانة العليا عند رب العزة والجلال. ولذلك من استحضر هذه المعاني جعله شهر رمضان بإذن الله عز وجل يستفيق من غفلته و يكثر من ذكر الله عز وجل في جميع شأنه. ومن أعظم ذلك ما أشرت إليه قبل قليل من استحضار أجر الآخرة، إن من أكبر العلامات التي تفرق بين أهل العقيدة الصحيحة وغيرهم ملاحظة أمر الآخرة. فأهل العقائد الصحيحة يعملون ما يعملون من أجل الآخرة. انتبهوا لهذا المعنى، كل من تشاهد من أصحاب عقائد منحرفة ولو كانوا من المسلمين تجد أن من أعظم ما يفرق بينهم وبين أهل السنة مسألة الاستعداد للآخرة، ويؤصلون هذا. وأعطيكم أمثلة، أهل الاعتزال تجدهم يقولون بأن الأحكام الشرعية إنما فرضت من أجل تحقيق مصالح الناس في الدنيا، ويغفلون عن أنها تجعل العبد يستعد لآخرته. وأهل التصوف الغالي تجدهم يقولون نعبد الله محبة لا رجاء ولا خوف. إيش معنات لا رجاء ولا خوف؟ يعني أنهم وإحنا ما نهتم للآخرة. والأشاعرة تجدهم يقولون لا علاقة بين العمل وبين ثواب الآخرة، قد يعذب الله في الآخرة المطيع الذي بذل حياته كلها في طاعة الله عز وجل. وهكذا في أصحاب
التوجهات والتحزبات الحاضرة في عصرنا تجد أن هذا الأمر هو العلامة الفارقة. تجدهم يريدون الإسلام للدنيا، لا يا أخي، نحن نريد الإسلام للآخرة، وإن حصلت الدنيا فبها ونعمت، وإلا فليست الدنيا هي المقصود الأساسي لنا. انتبهت لهذه القاعدة؟ والله ثم والله لو ملأت قلوبنا هذه القاعدة لصلحت أحوالنا دنيا وآخرة. والغفلة عن الآخرة هي من أعظم الأسباب التي يتسلط بها الأعداء، وأولهم عدونا إبليس. فالشيطان ما استولى على القلوب إلا لما كانت القلوب تريد الدنيا ولا تريد الآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كانت الآخرة أكبر همه كفاه الله أمره، بل أخبر بأن الدنيا ستأتيه وهي راغمة. وإذا نظر الإنسان في أولياء الله السابقين الذين جاءت النصوص بالثناء عليهم، ليست الدنيا أكبر همهم ولا مبلغ علمهم. وهذا يذكرك بالدعاء الذي يقوله الناس وخصوصا في القنوت في الوتر: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وهكذا فيما يتعلق بالصيام، ينبغي أن نستحضر من الصيام هذا المعنى العظيم، سواء بكوننا نستحضر أن الصيام ينفعنا في الآخرة، أو بكون الصيام يجعلنا نستعد للآخرة. من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ ما يتعلق بالتعامل بين الناس، ينبغي بنا أن نجعل هذا التعامل مبنياً على الرغبة في الآخرة. والله لو قصد الناس بالتعامل الذي يحصل بينهم الحصول على الأجر الأخروي لعظمت الأجور ولصلحت الدنيا. أعطيكم لذلك أمثلة: الزوج متى كان يقصد بمعاملته لزوجته الآخرة؟ ألا يصبر عليها؟ ألا يتحملها؟ ألا يحسن إليها؟ ألا يسعد بذلك؟ وهكذا الزوجة إذا قصدت بتعاملها مع زوجها رضا الله ونيل الآخرة. ما ظنكم؟ ألا تصلح الأحوال وتستقيم حياة الزوجين؟ ويكون لو قدر أن الزوج لم يكن كذلك، يكون ما ينيله من الأذى محبوبا إلى الزوجة، لأنها تعلم أن ذلك من أسباب رضا الله ومن أسباب رفعة الدرجة عنده. هكذا في التعامل بين ذوي الأرحام، والتعامل بين الجيران، والتعامل بين الشركاء، بل أي متقابلين لو استحضر أو استحضر أحدهما هذا المعنى لصلحت الأحوال. بالتالي تعرف ما نحن فيه من نقص، يسلم عليه ويبتسم في وجهه، لماذا؟ قال: يا أخي مجاملة. يكرم ضيفه، لماذا؟ أكرمني قبل. أليس كذلك؟ ينبغي بنا أن نجعلها للآخرة. انظر لما يحصل بين الخلق من المنازعات والخصومات، من منهم يستحضر الآخرة؟ استحضر الآخرة صلحت أحوالهم، استقامت أمورهم، وأيقنوا بالقاعدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن هذا المنطلق نعلم الخلل العظيم في حياتنا جميعا. أين الآخرة من حياتنا؟
أين الآخرة من حياتنا؟ أين الآخرة من حياتنا؟ هل جعلناها بين أعيننا واستحضرنا أننا سنقف بين يدي الله وسيسألنا عن أعمالنا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ولا وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. من يستحضر هذا المعنى ويستحضر وقوفه بين يدي الله عز وجل ويعلم أن العمل متى كان خالصا نفع ولو كان قليلا. شق تمرة، شق تمرة ينجو بها الإنسان من النار بسبب أنه كان مخلصا عند أدائها. ليش تصلون صلاة الجنازة؟ قال: هذا ميت فلان، أروح أشوف خليهم يشوفوني، ولا صلوا على ميتنا ونصلي على ميتهم. حتى صلاة الجنازة ما يصلى إلا للدنيا. موقع الموت والميت بين يديك ما تحرك القلوب. لماذا لم يحرك القلوب؟ لأن الخلق غفلوا عن الآخرة. وهكذا في ما يتعلق بالصيام، ينبغي أن نستحضر وقوفنا بين يدي الله في كل أعمال الصيام، ونجعل هذه الأعمال تنفعنا في ذلك اليوم. لعلنا أن نرجع الحديث في المفطرات في كلام الشيخ في ذلك في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه، وأن يرزقكم شكرها، وأن يرزقكم الاستعداد لما أمامكم. اللهم ارزقنا الاستعداد للآخرة، اللهم ارزقنا الاستعداد للآخرة، اللهم ارزقنا الاستعداد للآخرة. اللهم أصلح قلوبنا وجميع شأننا، اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إلى دينك ردا حميدا، اللهم ردهم إلى دينك ردا حميدا. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجعلهم متعاونين على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان، اللهم اجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.